معانا عدد من اهالي قريه الابعديه، والحقيقه جميله جدا. احنا واقفين هنا والترعه بعد التبطين، الحقيقه منظر جميل وحاجه حضاريه وحاجه محترمه جدا جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله. شرف بيك. محمود محمد جود. اهلا وسهلا بيك. شحاته عثمان، قريه الابعديه. شرف بيك. الكابتن صبري داوود، وشهرتي ثعلب الصحراء صبر العربي، من ابناء قريه الابعديه، وانا الله وكيل الاول. انا نفسي اقول كلمتين بس لقناه سي بي سي. تمام، اتفضل. طيب. انا اسف. معاك نبيل مصطفى عبد الله. اهلا وسهلا بيك. انا الاول انا بنشكر كل اعلام مصر وخصوصا قناه سي بي سي الاعلاميه، لان هي القناه الحياديه اللي جات لنا النهارده وشرفت قريه الابعديه. والنهارده يوم اصلا يوم مش عادي، ماشي، يوم من اسعد ايام البحيره، لان احنا من ايام الرئيس محمد نجيب احنا كنا مهمشين اساسا. فالنهارده دخول السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي دخوله قريه الابعديه، ده احنا شرف لنا، وده احنا بنعلنها من قناه سي بي سي، ان احنا 14 يونيو من كل عام عيد قومي للابعديه الجديده. لان النهارده بسم الله ما شاء الله احنا لمسنا مشاريع على ارض الواقع، ودي مشاريع مش وهميه، حتى احنا في ورانا ترعه متبطله بتاعتنا هي. تمام. والنهارده دخول رئيس الجمهوريه، دخولنا وقعدته في وسطنا، احنا بنحس ان في اب دخل على اولاده بيتكلم معاهم كلام تلقائي. واحنا فعلا بالامانه احنا ما كناش مستنيين الكلام ده، والله 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 العظيم. وانا بنعلن عن نفسي، وانا صبري داوود اللي بنعلن عن نفسه، انا لو حلفتيني مليون حلفان ان كان في رئيس جمهوريه جه بعديه، انا هنقول لك لا. النهارده من ارض الواقع انا فعلا انا بنشكرك يا ريس، وبنحبك يا ريس، وكلنا وراك يا ريس لحد ما نكمل مصر الجديده، وهنخليها فعلا مصر اللي احنا كلنا شايفينها. لان النهارده بسم الله ما شاء الله شايف الاسفلت بتاعنا عامل ازاي، شايف النهارده بسم الله عندنا ايه، عندنا حاجات صحيه، عندنا تكنولوجيا. خلينا ناخد بقى الحاجات. طيب الاساتذه يقولوها ماشي الكلام. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك على جزئيه ثانيه، جزئيه الشباب، ودي جزئيه مهمه جدا. النهارده كشاب وكرب اسره، بشوف حضرتك يعني عندك اسره واولاد ولا لسه؟ لا عندي. ما شاء الله ربنا يخلي. لما التطوير ده بيحصل انت كرب اسره او مسؤول عن بيت، ده بيفرق معاك في ايه؟ لا بيفرق في حاجات كتير والله. يعني بسم الله ما شاء الله انا الشغل ده كويس، والحمد لله ان ربنا دي مستقبل عيالنا بعدين. يعني وحياه الرسالة الرئيس عاملها ده حاجه جميله يعني، وربنا يكرمه ونشكره يعني اللي هو عمله بصراحه. يعني هاي كويسه والله بسم الله ما شاء الله. يعني سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كويس، واللي بيعمله دي حي انجاز تاريخي. يعني المكان والتطوير اللي حصل، يعني يمكن احنا جنبنا هنا الترعه، فاعتقد بعد ما اتبطنت اكيد المنظر ده ما كانش كده زمان. انا ما اعرف، انا اول مره اتشرف ان انا اجي هنا. المنظر ما كانش كده، ما كانش كده. لا المنظر ما كانش كده من يوم هي ما اتبطنت، والمنظر العام بقى احلى والله. والله والحمد لله. كان زمان بقى زي ما كنا بنشوف كده الترع و نفسيه. دلوقتي بقت راحه نفسيه لكل الفلاحين، نظافه والجو 100 100. احنا بنشكر. طيب الوحده الصحيه مثلا لما دخلنا، مش وحده بقى، ده مركز طب اسره ما شاء الله محترم، بيقول لك الطوارئ شغاله فيه 24 ساعه، ده فرق معاك؟ اكيد فرق معايا. فرق معايا لما تبقى الطوارئ شغاله 24 ساعه، يعني اللي احنا بنعزوه اللي جوه الحمد لله. طيب بالنسبه للمشروعات اللي بتتم، اللي اشتغل هنا في كل مشروعات حاجه كريمه، هم اكيد ولاد القريه او القرى اللي حواليها، ده فرق معاكوا ايه؟ ومش عارف اذا كنت اشتغلت هنا ولا لا في تنفيذ اي حاجه من الحاجات اللي اتعملت. دول اخواننا، دول اخواتنا، وفارقين معانا في كل حاجه. الانجازات اللي هم عملوها، الوحده الصحيه، مجلس القريه، السجل المدني، كل حاجه عملوها لنا حلوه، كل حاجه فرقت معانا. كنا بنجروا على مركز دمنهور بالنسبه للوحده الصحيه بعيالنا باولادنا، دلوقتي كل حاجه بقت تحت مننا، فرحنا ما بنجريش، كل حاجه بقت متيحه لنا متوفره. وبنشكر سياده الرئيس، وبنشكر سياده الرئيس على الانجازات اللي عملها في الابعاديه، والانجازات اللي هو بيعملها في كل جميع انحاء مصر. شكرا شكرا، وتحيا مصر يا رئيس، تحيا مصر. حضرتك قلت لي اشتغلت هنا في المشروعات. اشتغلنا في المستشفى. في المستشفى. كنت واخد مقاوله مثلا ولا اشتغلت في العمال؟ في العماله. فرق معاك الشغل؟ الحمد لله الحمد لله. يعني مثلا ما كانش في شغل بره، الحمد لله في باب رزق انفتح للواحد مثلا. كل الناس اللي اشتغلت هم من القريه يعني. من القريه ومن بره القريه، والحمد لله الحمد لله. بالامانه حياه كريمه دي عملت لنا حاجه اجمل من ده كله، ودي كلها متجاهلينها. احنا كان عندنا مثلث، المثلث اللي ورانا سنين طويله تعبنا منه، كان اسمه اوله راسه جهل
واوسطه فقر واخره مرض. النهارده المثلث ده انشال بقى. النهارده بسم الله ما شاء الله انا عندي مستشفى تهاجلي كده. انا مش في المحافظه نفسها، انا عندي في قريتي مستشفى تخدم للمحافظة كمان. وعندي تكنولوجيا اقسم بالله انا ما شفتها في حياتنا. والنهارده يا ريس معلش يا ست الاعلامي، انا بنقولها لك علني كده من بطن قرية الابعادية. طيب ده استفدت ايه النهارده من التطوير اللي حصل؟ تعالى حاجة يعني انا طبعا عصام فاروق الجبالي من قرية نديبة تبع مركز دمرور محافظة البحيرة. تمام سيادتك، احنا اتشرفنا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بكفاية اللي هو نورنا في البحيرة، وبكفاية اللي الدنيا كلها عرفت ان السيد الرئيس وصل عندها البحيرة. بلد ذاكرة الأبعادية ديت وقبل سيادتك انت يعني ما اتنشأتش واستقرت واتظبطت الا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا في قريه نديبه طبعا في برضه عندنا مستشفى معموله، وعندنا سجل بدني معمول، وعندنا كل حاجه برضه كانت داخله في حاجه كريمه. سيادتك قريه نديبه تبع مركز دمرور محافظه البحيره برضه سيادتك يعني احنا النهارده بنشكر الرئيس. ما كانش عندنا وقت الاسعاف خالص، جالنا وقت الاسعاف كامله. جالنا طبعا عندنا مستشفى طب اسره كامله، عندنا مركز تكنولوجي كامل، عندنا كل حاجه حلوه استاذ الرئيس. واحنا بنشكر سيادته عامه يعني على زيارته الحلوه هنا في البحيره. واحنا شرفنا النهارده بالسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اللي هو شرفنا. احنا بنحبك يا ريس، احنا بنحبك يا ريس، احنا بنحبك يا ريس، احنا بنحبك يا ريس، احنا بنحبك يا ريس. طب ازيك يا حاج؟ الله يكرمك. ازي حضرتك يا بابا؟ الله يخليك. شايف النهارده ازاي القريه بعد ما اتطورت بالشكل ده؟ والله تطورات وانجازات ما شفناهاش من سنه 63. من 63 من البلد دي كان تنظيمها من 63. أيوه. البلد الجديده ديت. أيوه. من سنه 63. تمام، وكان كانت الحريقه في البلد اللي هي جزء منها يعني. أيوه. فتطورت من ايام الرئيس جمال عبد الناصر. ومن ساعتها ما كانش في تطوير. ما كانش في تطوير، ما كانش في تطوير. كان في وحده صحيه ماشي، كان في مجلس قريه ماشي، بس التطوير والانشاءات والحاجات دي كلها ما شفناش غير في 2023 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام، ونشكره على كل ما عمله، كل انجازاته. اكتر حاجه عجبتك في التطوير ايه؟ اكتر حاجه التطوير والله هو بالنسبه للتعليم. تمام. بالنسبه لهيئه الاتصالات والبريد. أيوة. تمام، مركز التكنولوجي، مركز التكنولوجي ده 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 الكل في كل ده. تمام تمام. طب الاسره، طب الاسره، طب الاسره دلوقتي مركز اهو. تمام تمام. بالنسبه لطب الاسره اللي انا كنت بروح دمنهور عيل عندي تعبان بجري بيه وكده وبتاع، لان كان في واحده صحيه بسيطه. دلوقتي طب الاسره تمام الحمد لله، حلوه كده. في شؤون اجتماعيه حلوه كده، في جمعيه زراعيه بتخدم الزراعه والمزارعين. تستاهلوا كل خير. تمام. الله يخليك. الله يخليك. سيادتك احنا بنشكر اول رئيس جمهوريه مصر العربيه يوصل عندنا وزور البحيره. ده حاجه، ده شرف لنا طبعا لما يكون رئيس جمهوريه مصر العربيه يشرفنا في البحيره هنا. ونورتنا يا سيادة الرئيس، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يطول في عمرك ويديك الصحة وتجينا البحيرة دايما على طول يا رب. دايما إن شاء الله في خير وتقدم. ده الحقيقة كان مجموعة من الناس الجمال، الناس الأفاضل المحترمين اللي يستاهلوا كل خير الحقيقة في المكان اللي احنا فيه. وربنا يا رب كده يجعل دايما حياتهم حياة كريمة وحياة كلها خير وبركة. بشكر حضراتكم.